ابو سامان اليوم اليوم بضيافه ابو سامان يسوي هاي شاي على راسي. الدنيا حار تسمى الصمت وهو يسوي له شاي. اطيب من الشاي ايش تلقى يعني. وقاعدين بالبلب مالته، البلب مالته اذا تعرفوه هذا المحبه زين. وهاي طرف الحجي هذا بينها هناك، وعماد هناك ناصب قدامنا بالشجر. هذا اللايت لايت الماء. اي خذ اللايت هذا لازم نصبه، هذا ما خليه الماء. شوف لا يضغط الشاي. شاي عصاري محترم والله والله العظيم. هذا بس حق ابو علي. احنا اليوم قاعدين محميه عماد، هاي المنطقه كلها معروفه عند العراقيين هسه جماعتنا هنا محميه عماد. نص نص ابو علي. لا يا اخوي لا 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 والله تسمى الصمت. هو شوف تبرد ترى ما حد يروي عطى شيء غير الشاي. ألف عافية. كيف ما حد يعدل راسه غير الشاي. اي والله حسان دق الناقصه فيك. لا يحذافات هني ثلاثة. مو حذاف هذا ودك ودك هذا حذافات هم مصبوغات خليجا. طبعا هاي هديه من الحجي، من حجي سامي. بس هاي هسه تجيب عماد هاي. قلت لي هاي ليش قلت هاي لون عالية. سوي لها هلاهه هلاهه خال هاي بيها بالبات اللي حجي سامة وابو والله العظيم تسوى مال الدنيا كلها. سوى الحذاف كله والله. اجوا قعدوا وياي. سوى الحذاف كله قلنا. والله قلنا طرواده ضميناها. وتعال انت هم اقعد هنا مقابلنا. يلا. هلا. مي هواية. اي والله هذا صاعد. والبرد خير من الله. هذا البرد تمام فينا. هذه لفته. قاعد تشوف هاي هاي كانت الفره هاي اللوفه. هاي صارت كلها برد احنا قعدنا فيها ذاك اليوم. شنو مش شجره نصب هنا؟ اي بعد جو وبعد قدامنا هاي قدامنا برقه. وياي ويا ابو علي خالي وياي. حيهم. حيهم. شوف باوع على قولتهم باوع طالع شوف. ذبحتونا ذبح بالصبح كافي. فيديو وصور ترى قاعد يسجل. ما عليه هذا راح نشره ما بدون قطع. لا تنشر. شفته لايف لو هيك. لا بس تصوير. لا تنشر احنا شيخ العالم شوي. شوفوا. ما حكي شيء. اوكي يلا في مال له. اراكم. هذا الشاي يسوى. بالعافية. شوف ودك هي. هاي بنص الهور. بالعافية. نص الهور مهيل. ما لحقت على الجيمر على الجيمر جيمر والخبز العراق. بس البردي. لا والله اليوم حتى ما بدلت. السنة شنو هاي؟ زارعينه مو. من هذا اللي بس يطق الهواء ينام. زارعين شوف هذا اللي اقول لك عليه انا. يابا ابو يوسف رهيبة صارت. والله. خلينا نشوف. جيبها منها خلنا نصورها. شفت على هذا الشاي. هذا البردي اللي قلت لك عليه. دير بالك الكسار اثنينات صار ثلاثة بس راح اخذ شوي. ما ابو يوسف لا عاطف ايدك والله حتى الطلقه مشلبيه. هاي الطلقه مالتك تشوف والله هاي الطلقه مالتك مانشستر. لا لا مو هي حلوه والله حلوه. تدري سويت عماد؟ هي مو هيك. انا خليتها صفح صارت طويله منا ومنا. الطويل قصيتها هلقى جوا البلد.
شديته هنا ورا وشديته قدام. ياخذ الفكره من 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 ابوي. شنو هي غير بالطول شنو سويت صفح؟ صفح هي مو 4 امتار ب3 الاربع امتار فريتها بس ما جاي صفح يعني خليتها صفح. اقول لك لو مشغل عندك هاي شنو جاي مو حذافه؟ اه ما علي يمكن حذافه. اقعد اقعد ابو يوسف اقعد. يلا سدها سدها افتحها افتحها قصدي جاي علينا. اي والله هي حذافه. باقي ابو يوسف ابو احمد ابو سامان انا والحد. انا والله حيهم والله. يلا حيهم حيهم. يلا دوس. لابس مال هالوين. اي هو هذا. يا عسيدك. لا والله. هذا هو. تعالوا شوف هنا. لا اخوي هسه راح يجينا الباك. امشي هنا ماتك نسيت اجيبها لك. بس القيمه القيمه قيمه هي ماتك عندي جامده. يلا ان شاء الله الايام الجايه تكون احلى. Thank you.